كيفكم؟ صبايا شو أخباركم؟ اليوم رح نحكي عن أهم مقشرات البشرة، تحديدا الوجه، ورح أحكي عن تجربة شخصية. اللي عم بيتابعني معكم لبينا الرحي من قناة أناقة أنثى. أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. رح نحكي هلأ عن مقشرات الوجه. Let's go. بالبداية رح نحكي عن المقشرات أنواعها، ورح نخص بالتحديد مقشرات فيزيائية. في عنا نوعين من المقشرات، فيزيائي وكيميائي. المقشرات الفيزيائية نحن رح نطبقها على البشرة ونفركها وبناخد النتيجة. أما المقشرات الكيميائية رح أحكي عنها باقتضاب لأنه ما أنا موضوعي اليوم. المقشرات الكيميائية هي استخدام مركب أو منتج حمضي أو قلوي. مثال تطبيق الأدوية، في منا بياخدوا أدوية رنتان، كلتنا سمعانين بالرنتان اللي هو منتج دوائي من مشتقات الفيتامين A. هذا المنتج يكون حمضي، بناخده فنلاحظ انه بشرة الوجه جفت. في منه بيكون تطبيق موضعي على حب الشباب على التهيج. استخدام المقشرات الطبية او الدوائية بتكون باشراف طبيب جلدي، ويحذر من استخدامها بشكل فردي. هلأ رح اجي على موضوعي اللي هو المقشرات الفيزيائية، الأنواع اللي أنا بستخدمها وشو الفرق بيناتهم. بالبداية أنا بستخدم ماسك التقشير اللي هي أحد أنواع المقشرات الفيزيائية. جيل، هيدا الجيل أنا بطبقه على وشي. أكيد لازم نبعد عن منطقة العينين ومنطقة الفم، الغاية بذلك بتسبب التجاعيد، فنحن لازم نبتعد عن المناطق اللي بتكون فيها البشرة حساسة. بيطبق ل15 دقيقة، هو جيل بيتوزع، بعد ما بيتوزع بيتحول للشكل. أنا كل شي بساوي مستخدمته مشان لكم يا عن تجربة. لما من قيم الماسك عن الوجه بيكون ماسك بالبشرة منيح، بيشيل تقريبا هيك الشعر الناعم، وإذا كان في عندي بثور أو حبوب سوداء. هيدا الماسك بنطبقه مرة بالشهر لأنه كتير قاسي. بعد هيدا الماسك أنا بدي حط مرطب حتى رطب البشرة لأنه فقدت كمية السوائل أثناء تطبيق الماسك عليها. في عندي أنا منتجات كلهم من الصيدلية، بس إنه كمان ممكن لاقيهم برات الصيدلية. بستخدم أنا الغسول، هيدا الغسول في بي 5 بجدد البشرة، بيساعدنا على الغسل اللطيف. هيدا بستخدمه كل يوم الصبح لأنه وشي ما بيكون على غير الكريم الليلي، فهو لطيف كتير على البشرة ويستخدم بشكل يومي. عندي أنا المقشر الوجه اللي فيه حبيبات. هيدا الحبيبات لاحظوا إذا مبين عنا هاي الحبيبات، رح حطها على إيدي تشوفوها. لاحظوا حبيبات زرقاء، هيدي الحبيبات كتير ناعمة، بفركها على الوجه وبتعمل عملية تدليك وتنظيفهم. في عندي منظف والتنظيف بتكون كتير كتير رقيقة. هيدي أنا بستخدمها بشكل يومي بعد المكياج، لأنه لاحظوا الحبيبات كتير كتير ناعمة وما بتعمل لي تهيج للبشرة. يعني إذا كان في عندي شوية مكياج موجودون بشيل. أما السكراب هو مقشر للجسم وللوجه والجسم. سكراب نسبة المادة الصلبة فيه هي 10%. لاحظوا رح حطها هون. سكراب هون في عندي حبيبات، هالحبيبات بحس فيها، بدعك فيها الوجه والجسم. غاية هي عبارة عن إزالة الجلد الميت عن الوجه.
السكراب يستخدم بالأسبوع مرتين. لطيف، في عنده ما بيهيج الجلد لأنه كتير كتير لطيفين. أنا اللي عم أقولكم عنهم لطيفين، أما الماسك كتير قوي، ما فينا نستخدمه بالشهر، يفضل مرة. أما هون بالأسبوع مرتين، هون فيني بستخدمه كل يوم بعد المكياج، هيدا بستخدمه فيني بستخدمه كل يوم بعد المكياج، يعني بعد هيدا ممكن تستخدمه، أو يعني ممكن نستخدم نحن إزالة المكياج بمنتجات إزالة المكياج اللي نحن بنعرفها والعادية. لكن أنا ما هي فكرتي، فكرتي أنا إنه أنا هيدا الغسول اللطيف بستخدمه في B5 لتجديد البشرة. حكينا بشكل عام عن المقشرات الفيزيائية اللي بتعتمد على الحبيبات للإزالة. في نحنا بنستخدمهم بالبيت، مثلا ممكن نستخدم القهوة، القهوة حبات القهوة تستخدم كسكراب، وموجود راح احط لكم المقالة، بديل المنتج الكيميائي. اما هون ممكن انا استخدم حبات الرز المطبوخة، طبقها بشكل لطيف شوي، تعطيني انا النتيجة للتنظيف اليومي. هلا رح احكي فكره، بما اني انا كيميائيه، دكتوراه بالكيمياء التحليليه، بقدر انا استخدم مقشر فيزيائي، عفوا كيميائي، يعني طبق محلول حمضي ومحلول فيزيائي في المنزل. محلول فيزيائي شو هو؟ الصابونه العاديه، حط طبقه على الوش ونتركها حتى تجف، ونحاول انه بالمي نرطبه، بعد الترطيب بنحط ماء ورد، حتى نحن لانه في عندي صار في عندي فعل كيميائي، لاني انا استخدمت محلول قلو. بقدر بستخدم انا الليمون، عصير الليمون فقط 5 دقائق على الوجه مو اكثر، لانه قوي جدا عم الليمون حامض. ندهن في الوجه، بيكون ممدد بالقليل من ماء الورد، ومنمسحه، وبعد منا بالماء نطبق المي ونزيل الآثار عنه. لما بدي استخدم أنا الكيميائي بشقي القلوي والحمضي، بغض النظر عن الأدوية، الأدوية الطبيب بيحكي فيها، أنا ما رح أحكي فيها، ما اختصاصي، يحذر من التعرض للشمس. البشرة اللي عم تظهر عنا بشرة كتير رقيقة وحساسة نتيجة تطبيق كيميائي عليها، فنحن لازم نداري من الشمس. هلأ المنتجات هون لازم نداري من الشمس أكيد بشكل عام، بس نحن هون نحن زايلين الطبقة الميتة من الجلد. الخطر باستخدام الماسكات المتكررة لأنه بتسبب إلى جفاف الجلد. عندما نلاحظ بأي منتج مستخدمه هدول أو غيرهم، منلاحظ وجود تهيج بالجلد، يجب التوقف مباشرة. وفينا نحن بشكل إسعافي استخدام ماء الورد. ماء الورد هو مستخلص عضوي لطيف على البشرة. كان هيدا موضوعي اليوم، بس رح أذكر بآخرة الفيديو أسعارهم. عندي من النوي تقريبا 18 يورو، أما السكراب حقه 34-35 يورو، هيدا الغسول حقه 24 يورو، معنا موجودة الورقة. عندي الماسك حقه تقريبا 8 يورو. انا هي اعطيتكم فكرة صغيرة عن التقشير الكيميائي، واهم المنتجات اللي انا بستخدمها للتقشير الفيزيائي باستخدام منتجات دوائية. بتشكر حضوركم للفيديو، بتمنى تكون المعلومات اللي أنا قدمتها بتفيدكم، ومنلتقى بموضوع آخر. بدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير أحبتي، ونلتقي قريباً.